نروح لموضوع حلقتنا، موضوع الحلقة جاهز معانا يا شباب؟ ماشي، موضوع حلقتنا النهاردة مع جمهورنا العظيم، 21 هدف في 9 مباريات، تقييمك لمباريات الجولة الأولى بالدوري المصري. البداية من عند محمد أنور بيقول مساء الورد عليك يا أحمد باشا، حضرتك على راسي والله، تحياتي ليك ومنور الشاشة. بلا شك أن كثرة الأهداف في الجولة الأولى جاءت نتيجة الطريقة الهجومية التي تلعب بها هذه أو التي تلعب بها هذه الفرق، وهذا ينبئ بأن دوري هذا الموسم سيصبح ممتعا وغزيرا بالأهداف. يا ريت التحكيم يكون موفق وعادل ومحايد لتكتمل عناصر المنظومة الكروية. بشكرك يا أستاذ محمد. أحمد فوزي بيقول جولة مميزة جدا ومنافسة شرسة بين كل الفرق، لكن الأمتع والأصعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مباراة ممتعة وكروية وتألق السعيد. بشكرك يا أستاذ أحمد. كرمينا جرجس بتقول مساء الخير عليك يا أحمد، بداية ممتازة للدوري المصري وكل شيء ممتاز بغض النظر عن التحكيم، أتمنى يكون التحكيم عادل. بشكرك يا أستاذة كرمينا. يونس أبو فريح بيقول مساء الخير عليك يا كابتن أحمد، بداية قوية للدوري المصري والفرق الصاعدة بتنافس بقوة الدوري الموسم هذا الدوري مختلف، كل شيء جميل في الدوري المصري إلا التحكيم، علامات استفهام كثيرة، أتمنى التحكيم يكون عادل مع جميع الفرق، كل التوفيق للفارس الأبيض فيما هو قادم، تحياتي ليك ولكل فريق العمل.